كابتن محمد نورت الدنيا. الله يحفظك يا كابتن نور. والله انا النهارده مش متخيل انا مبسوط ازاي. والله يا كابتن انا في سعاده ما بعدها سعاده. الله يحفظك. انا يعني اول ما كلموني قالوا لي خلاص كابتن محمد هيبقى معانا وعندنا حلقه جامده جدا هنقول كلام جامد جدا، كنت مبسوط وعمال احضر وعندي اسئله كتير وعندي حاجات كتير عايز اتكلم فيها، وعايز اسالك على حاجات كتير ليها علاقه بخبره السنين وازاي انت مريت بكل اللي فات في حياتك وانت في نظام وفي سيستم قدرت تحافظ عليه فتره كبيره جدا لغايه ما النهارده انت موجود بتفيد كل الناس. انا مبسوط ان انا معاك حبيبي، والف مبروك انك رجعت للبرنامج بتاعك. الله يبارك فيك. شكرا وان شاء الله موفق، ربنا ان شاء الله بدايه جديده وربنا يحفظك ان شاء الله يا كابتن. قبل ما نبدا بقى الحلقه، ايه رايك في التمرين في الاوتدور، يعني التمرين بره في الهواء وفي ممتاز. احنا بننصح دايما طبعا التمرين في الاوتدور فيه اكسجين نسبه اعلى، مفيد صحيا اكتر، يعني الكارديو او الحاجات الهوائيه بتبقى احسن في الجو بره. طبعا بيكون اكيد احسن طبعا بيش. لو الجو فيه بروده زياده او فيه حر زياده بيكون في الجيم ما فيش مانع، لكن بشكل عام في الهواء الطلق بيبقى افضل، الاكسجين بيبقى اعلى والوضع بيكون احسن. هايل هايل. اهم حاجه الناس تتمرن طبعا. يعني اهم حاجه ان الناس فعلا تاخد قرار اللي هي تغير من حياتها وتتمرن. النهارده معانا كابتن محمد، عندنا كلام مهم جدا وهنقول معلومات مفيده جدا. يلا بينا ان شاء الله يا كابتن. يلا بينا يلا بينا يلا بينا.